خرجة غير مسبوقة في تاريخ وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الذين ظلوا يتوجسون من إقحام الجامعة في السياسة، فعكس زملائه السابقين لم يعتبر طاهر حجار تأسيس الجامعة أمرا عاديا فحسب، وإنما دعاها إلى دخول معترك السياسة. يعني لا تبقى فقط منظمة مطلبية من أجل الأكل ومن أجل الترانسبور ومن أجل الخبز، لا، أن تتحول زيادة على هذا، طبعا يبقى الجانب المطلبي ولكن تتحول إلى مدرسة لتكوين الإطارات للمستقبل، لأن الطالب هذا بعد ما يخرج راح يروح، راح يواصل عمله في الحزب أو في نقابة من النقابات فعلى الأقل، وهكذا تكون نحن في الجامعة كان تكوين سياسي. خطاب تساوق تماما مع رؤية الأحزاب المحسوبة على المعارضة لدور الجامعة والطلبة، والذي ظل محل جدل قبل الآن. ما نحزبوش الجامعة، ما نحزبوش المدرسة، كيما ما نحزبوش المسجد. وإذا زدت غيبت الأدوار الزيزي وش بقى في الجامعة؟ ماذا بقى؟ خبراء رأوا في خرجة الوزير الداعية إلى تسييس الجامعة قبيل الانتخابات التشريعية خطرا داهما من شأنه نقل الصراع السياسي إلى المنظمات الطلابية داخل الحرم الجامعي، في ظل تدني مستوى الخطاب السياسي الذي أضحى يشخصن الخلافات ويخوض حتى في الأعراض. إذا كنا نفهم بأن السياسة هي أن نضع الجامعة ضمن النطاق خدمة مشروع وطني، تصبح السياسة جائزة في الجامعة. أما عندما تصبح السياسة بمعنى خدمة فئة معينة أو إدخال الجامعة في صراعات معينة حزبية مثلا، فهنا تصبح الخطورة. ما نراه من خلافات ومن مستوى متدني لبعض قيادات الأحزاب السياسية يصبح من الخطورة تماما أن تدخل الأحزاب السياسية للجامعة. بالرغم من أن الجميع يتفق على ضرورة الفصل بين ممارسات التسييس والتحزيب لضمان حيادية بعض القطاعات كالتربية والشؤون الدينية والتعليم العالي، إلا أن متابعين يرون استحالة ذلك ويطالبون حتى بإيكال هذه القطاعات لوزراء غير متحزبين.